واعي أمير؟ لا نايم. خليه نايم، ما بيفكر بشي هيك أحسن. أنت كمان نايم ارتاح. خي نايم، ما تتفكر بشي. قولك رح يصير يحبني؟ يصير يحبك؟ اصلا بحبك هو، ليه عم تقول هيك؟ مش هيك قصدي، قصدي رح يصير يحبني كبي. انا بحس انه بحبني كرفيق له. لما الماما بتقول لا انا بقول ايه. القرار اللي عم تاخده كتير مهم وكتير صعب. إذا حاسس حالك بحاجة تكون لحالك، اطلع من البيت، خد وقتك، فكر منيح وخد القرار الصح. من أنت وصغير كنت تقتل حالك لتوصل لشيء، وأول ما توصل له بتغير رأيك وبتقول ما بدي. بس هلا موضوع كثير مهم، وإذا بتغير رأيك رح تندم، رح تزعل كثير. أوقات بالحياة بناخد قرارات كثير كثير صعبة، بندفع ثمنها غالي بعدين. اجتماع؟ فوتوا ساعدوني بشرفكم، لانه خينا الكبير عم يتمرن فيه وعم يعمل بروفاكي، بده يربي ابنه. شو صار؟ اجاك مستر بروبلمز اللي بيعمل كل المشاكل، روح لعنده اتمرن فيه. يلا روح عند بابا. بابا هذا الانسان عم يزعل صيتي وسمعتي بين العالم، الوقت اللي انا انسان مسؤول عن حالي وعن جماعتي وعن دراستي وعن كل شيء. اوكي اوكي حبيبي اوكي. ايه كيف لكن؟ بس هيك فجأة نزل الوحي؟ خيي بشرفك، أعمل بروفا خينا نتسلى شوي.